على القمر اشرق بنور وضاح على المدارة والقبع والقاح طل القمر اشرق بنور وضاح على المدارة والقبع والقاح لو كان لي بين الضلوع أجناح لو كان لي بين الضلوع أجناح لطير لك ويا قمر بحيفه السفر إليها قد زاد شوقي والحنين إليها قد زاد شوقي والحنين إليها إلى رباها سهلها ووديها القمر من نور وجهي خلي يضوي شمالا وجنوب وقبلي نور القمر من نور وجهي خلي يضوي شمالا وجنوب وقبلي أفديها أنا بالروح وكل أهلي أفديها أنا بالروح وكل أهلي على الحبيب But then
السلام للأهل والعشاير من كان منهم غائبا وحاضر. رد السلام للأهل والعشاير من كان منهم غائبا وحاضر. ألا قولي بكم إبات ساهر، ألا قولي بكم إبات ساهر، شريد لك مكتسب الأحزان. إلى الرشا والكوكب المضية، رد السلام مني مع التحية، إلى الرشا والكوكب المضية، باهي الجبل وطلعتك زهية، باهي الجبل وطلعتك زهية، شبيه الورد زاهد فوق الأغصان. وخلى القلب متألم مسكين ما يعلم إني من بني همدان. عدى ولا سلم وخلى القلب متألم مسكين ما يعلم إني من بني همدان. صلى غالي واسمي في الهوى عالي للخيل خيالي محسوب مع الفرسان. الله صلى غالي واسمي في الهوى عالي للخيل خيالي محسوب مع الفرسان. أول كنت لا خايف ما بعرف الخاطف هم الأنسى والجال. قال لي آسف أول كنت لا خايف ما بعرف الخاطف هم الأنسى والجال. الحين أنا عندك خذ عشوفني لأمرك ما يطلب قلبك غالي أو رخيص قد هان. الحين أنا عندك خذ عشوفني لأمرك ما يطلب قلبك غالي أو رخيص قد هان. طيب انت الشرق والمغرب الفين بك مرحب هذا الارض لك مكة. قلت لك طيب انت الشرق والمغرب الفين بك مرحب هذا الارض لك مكة. قوم لا تسلي
على ذا الساحل البري والشرط لا يدري فقط عالم به الرحمة القوم لا تسلي على ذا الساحل البري والشرط لا يدري فقط عالم به الرحمة الدان عساك طيب الحمد لله كيف الحال الحمد لله كيف حالك والله بخير عبري هون صباح صباح بطلع الكيت وين شيك بطلع الكيت والله تقلع كرامة طلع كرامة سمجحة من البحر وهذا ولا شيء يا الله فضل 20 ريال 20 ريال ايوه الحمد لله الله يطول عمرك خليك والله عشان قاك ذاك الكبير هو جاي جاي هو ايوه وين عشان تشلع هو جاي الحين أبري عاد بخريت بخارتم كيف الحال الحمد لله كيف حالك كيف حالك أولادك بخير الحمد لله وين الغيبة يا أخوي ما شفناك مع الماشية لا إله الله يرعى ذاك الزمان الحمد لله كثرة أشغال كثرة أشغال وهموم بالدنيا خلاها على الله بس وإيش فيك أنت؟ ليش ما خلاك تدرس؟ الله 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 أخوي إيش فيك؟ إيش سويت فيه؟ ما حد يسوي كذا ضربته إيش؟ ما عندي شيء أنا تعبان شمول ناصنة والهوتي والبقر والإبل أصرف عليهم ولا أصرف على الدراسة ما عندي شيء اسوي علشان هذا عاد يجيب لنا شوي هذا المستقبل امامه شوف اخوه الكبير هناك بيدرس في الجامعه جاب خمسة ولا اخوه الكبير يقولون جاب 95% ما شاء الله ولا نصرف على على البقر ولا نصرف على اخوه الكبير ما شاء الله قالوا جاب 95% هذا اخوه الكبير هذا اخوه الكبير اهلا السلام عليكم اهلا وسهلا اهلين مبروك ما شاء الله اهلا عمي اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا احمد اخوي حياه يا ما شاء الله الله يهنيك يا ما شاء الله الله يهنيك يا الحمد لله كيف حالك ساك طيب كيف خير الله يسلمك يا ولدي وينك في والله يا ولدي انا في مسقط في الجامعه جبت نسبه 95% ولا مقبل على الجامعه الحمد لله باركني الله يبارك الله يطول عمرك يا ولدي لكن احنا تعبانين وهذا الولد تعبان اخوك الصغير قاعد يشتغل البحر وجيب لنا حاجه انت ما جبت لنا شيء البحر ايه البحر اي نعم ليش يتقل البحر يا ولدي تحرمه مستقبله ليش هاي مستقبل انا قلت له الدراسه افضل تريد ما تبي تخرج مهندس او طبيب تبي تحرمه في الـ في الـ في صيد البحر عشان يجيب لك حاجات اي لا متى طبيب ومهندس لما حتى نموت ايش الخلاطه هذه مهندس طبيب حتى نموت وهذا الولد مسكين جاهل الله يهديك الله يهديك يا اخوي محمد ما حد يسوي كذا ناس طالعين دكاترة يشتغلون بلدهم يشتغلون إن شاء الله مستقبلهم يجيبون الفلوس الكثير شوف يبكي شوف ضربته وما أدري إيش فيه أنا الآن هلا هلا أنا برجع المدرسة برجع المدرسة وأتكلم وإذا محتاج فلوس أو تبيع شيء من اللي بالبيع الله يهديك هلا هلا ما بيرجعوا المدرسة ما بيرجعوا لا يرجعوا أنا ما بيرجعوا أكلم لك قد له شهرين ثلاثة شهور ما عاد راح المدير صديقي المدير والله صديقي والله ما بجيب له للخراب بغيت تحرم من مستقبله والله ما بجيب له للخراب وهذا السيد السمك شوف ما شوف فوشي. والله ما جاب للخراب اللي انت نصرف عليك دائما ونصرف عليك وفلوس وتعال تعال تعال الله يهديك وش وش هذا عامل نفسك كأنك شيخ تعال اجلس تعال تعال قعد تعال 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 واحد يتكبر على ابوه قعد جلس جلس اجاب لنا جلس كل يوم يريد عمامه جديده يريد ثوب جديد ويريد مدري ايش هذا الولد اللي جاب لنا الخير بس بس يا محمد بس بس وش الهرج هذا كله شويه انت اللي انت تكون نصيح على اخوك وتكون مسؤول عليه ابوك ماشي اشوف انت ما تعبان مثلي انا ما انت تعبان انا تعبان عندي 50 ناقه حوالي 20 بقره بعلفهم يوميه انا ما بافين التعب شوف اولادي ما شاء الله يا الولد شوف انا اصرف عليهم انت متمكن وأنا متمكن زين انا اسلفك يا اخوي اعطيك فلوس يا الولد انت ما بقيت نبني لك بيت اذكر الله قول لا اله الا الله محمد رسول الله افضل من الحيوانات شفت مستقبل الدراسه افضل بنا ابني لك بيت وسياره وخيرات ورجال لا تحرم احمد من مستقبله ارجوك يا ابوي
يا ابوي شو المستقبل جالس لي مستقبل 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 زين المستقبل هذا يرضيك اللين قاعد يبكي شوف 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 شكله شوف حد يساوي هذه ايش 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 تريد نساوي فيك نحن هو يرجع عند الدراسه تريد تدرس ايوه يريد تدرس نعم انا سلفك فلوس اعطيك فلوس بيعش من الليبل خليك تكون مثل الرجاجيل شوف الرجاجيل كل واحد جالس مع ابنه وانا ماني رجال خليك رجال تقول لي اسمع اسمع انت قول خليك رجال وانا ماني رجال رجال لا احترم ابوك ولا ايش على عيني وراسي بس مستقبل احمد افضل من المال وايش من مستقبل انت جبت لنا انت طلع هذا طلع 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 هذا الان انا مستعد طلع مستعد الان اضحي بدراستي وابقى معاك واوفر لك فلوس على اساس احمد يدرس تقبل هذا جزاك الله خير منك الفضل بغينا احمد يواصل دراسته انا بضحى لانه خلاص ثانويه وبقينا على الاقل يحرز نفسه والله زين يعيش مثل العالم زين هذا كلام زين نرجوك يا الوالد هذا كلام زين وين فلوس بيوفرها يوفر فلوس وين يجيب من التراب يجيب الفلوس يجيب الفلوس الفلوس يجيب الفلوس وين فلوس ابوي يجيب الفلوس ان شاء الله باقي له سنتين يجلس اسمع يا محمد اسمع ما خرفان اسمع نقول لك الآن شوف أنت طيعني طيعني زين طيعك وشو تجيب لي أنت طيعك جيب لك ليش ما جيب لك أنا صديقك صديق العمر ليش ما جيب لك يلا عطني العال يلا زين جيب تريد كم خلاها بكرة يا لا 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 أنا بعطيك الفلوس ما أعطيك الفلوس من عندي ترى كم تريد 2000 تريد ناقتين ثلاثة أربعة عيار ما تجيب شيء كلام بس أنت كلام الأولاد ما عاد تصدق حتى أخوي ما عاد تصدق حتى شوف المسيكين كيف عامل فيه شوف يبكي ها كيف عامل فيه تغلى في ابنك بكره انا وياك وكلنا هذا يطلع فلوس هذا بحر هذا ايش طلعت لنا انت دراسه وهذا اخوي هذا الدراسه والعمامه ايش سويت لنا يلا قعد تعال روح انت حاوج هذا المتكمبر اللي عامل نفسك كانه حاكم كلمه هذا المسكين اللي قاعد عندك شوف جهده وعرقه شوف نحيل كيف صار ما حد يسوي كذا يا اخوي اتق الله هش لا اله الا الله محمد رسول الله احمد لا تطيع الوالد يريد يخرب مستقبلك الوالد يريد يخرب مستقبلك وما يريد لك صلح يا عمي ترى في هذا غلط وايش هذا وايش انت عفريت وايش جلس تريد نروح من هذا المقعد ما نجلس هنا ولا حد جايبين في بيتك على شريش محمد جلس جايين في بيتك على شريش عشان اولادي يتكلمون هذا الصراخ انت معلمهم الادب ما انت قاعد تكلمهم هذا الكلام زين انا اقول اشرح لك على المستقبل الاولاد اللي يدرسون يكون فيهم ادب ويجيبوا فلوس ويشتغلوا وطنهم ايوه ويكونوا دكاتره بعد بكره كلنا نحتاجهم واولاد اولادنا يحتاجوهم ارجع ورا وبعدين يا الوالد حرير ما تجيب لك خير والله الحرير اجي احسن منك والله خذت احسن منك انت ودراستك والله جحنان ما بجيب لك خير القرف والله ما تجيب حاجه جحنان ما تجيب لك حاجه جحنان والله ما تجيب لك حاجه جحنان جحنان تجيب لك انت زين وحريك شعيد تجيب لك انا عارف من ذاك الزبال ما تشرب منها تروح الى من دار زين اعرفك انت زين طرطور واحد زين هي زين ما دام انت عمهم قد اقنعتني ايوه وعلى اساس ان هذا يعود للدراسه ايوه ما عندي مانع ايوه هالشهور زين بكره كلنا نروح الى المدرسه ونقنع المدير مع احمد ونقول له درس احمد وخلها الله انت فيه وانا اللي تريد ان شاء الله على راسي وعيني اعطيك اياه من الابل ومن الفلوس الحمد لله شارك وهدايه الله زين شارك وهدايه الله حياكم الله يلا حياكم الله مع السلامه وحاير ملتزم في مكاني والعين تنظر
صارت بجسمي شوق حرك كياني ظلي وقف وحاير ملتزم في مكاني والعين تنظر جماله ذاك اللي غضناني ليلى اسمع عني دعاني فعلا ما شئت بعده لما ساعد حماني كلبت قوي بنوره نوره نور مكاني اهيف حسن مكمل قد حواه المعاني ليلى حسن الظفاري اسمع عني دعاني فعلا مشيت بعده لما ساعد حماني كلبت قوي بنوره نوره نور مكاني اهيف حسن مكمل قد حواه المعاني ليلى العقيق اليماني صوته محلى كلامه لحنه يضر بشجاني ثم في قوامه الياتولي زباني سوب منها جفونه سهم سود العياني ليلة في ابتسامه العقيق اليماني صوته محلى كلامه لحنه يضر بشجاني ثم في قوامه الياتولي زباني صوب منها جفونه سهم سود العياني ليلى مرحب سقاني عطشان والقلب ضامي محتمل كم يعاني لحظة حلوة بغربة أشكي عنه زباني فيها أشكي غروفي وهو يجلس يراني ليته مره تجمل قالي مرحب سقاني عطشان والقلب ضامي محتمل كم يعاني لحظة حلوة بغربة أشكي عنه زباني فيها أشكي ظروفي